السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حصة قهوة العصر. رايحة اليوم نقدم لكم الغريبية، نشوفوا المقادير مع بعض. عندنا 250 غرام مارغرين، 150 غرام سكر، 50 غرام مايزينا، 125 غرام جلجلان مقلي، و25 غرام كاوكاو مقلي ومطحون. أول حاجة نديرو مارغرين الذوب، نديرو 250 غرام مارغرين الذوب، نجبدو ان ريسيبيون، الغريبية تاع اليوم وصفة جميلة تجي طرية، متأكدة أن جمهوري الكريم راح تعجبه، ومتأكدة أنكم قاع تحبوها. المارغرين تاعنا دابت، نديروها في الغيسيبيون. الآن عندنا السكر، 150 غرام سكر عادي. المارغرين خلوها تدفى شويه، ما نديروش مباشره، خاصه الفرينه. نزيدو له الجلجلان مقلي، نزيدو له كاوكاو مقلي ومطحون، نخلطوا هاد المكونات. الان نضيفو الفرينه والمايزينا. الفرينه راح نلم بها هذا الخليط، الفرينه حوالي 500 غرام. احنا نلمو ونشوفو، عندنا 50 غرام مايزينا، نعاودو المكونات. درت 250 غرام مارغرين، ذوبتها خليتها تبرد شوية، ضفت لها 150 غرام سكر، ضفت لها 25 غرام جلجلان مقلي، و25 غرام كاوكاو مقلي ومطحون، والآن و55 غرام مايزينا. والآن راني نلم في هذا الخليط بالفرينه. الان ندير يدي، تنشوفوا العجينه تاعنا تماسكت مليح، ونقدو نشكلو الغريبيه. العجينه راها تلمت، نشكلو كريه نعرفوها بلي خلاص راها متماسكه وراها مليحه. الان نجبدو الصينيه اللي تدخل للفرن ونشكلو الغريبيه. انا عطيت لها شكلين، عطيت لها شكل دائري زينتها بحبه لوز وحبيبات من الزبيب، وعطيت لها شكل لي كوكيز. ما تكبروش الحبه باش تطيب لكم الداخل، وكان تكبروها بزاف طيب غير من برا، والداخل تقعد لكم خضره. نديرو دائرات صغار متوسطه الحجم، وصفه سهله، مقاديرها متوفره. نحضروها القهوة الحشية، قهوة العصر. الآن راح ندير شكل كوكيز.
شكل عشوائي. المغربية لو شارم تاعها كي تكون مشقة شكلها يكون عشوائي. نهودوها شوية. هذا من بعد نولي ليه. الآن نديرو لها تزيين. تزيين بسيط. أنا اختاريت اليوم حبيبة لوز واختاريت زبيب. وانتوما عندكم حرية اختيار. تبغوا ديروا زبيب واحد العصر. الآن راح ندير شكل كوكيز. شكل عشوائي. المغربية لو شارم تاعها كي تكون مشقة شكلها يكون عشوائي. العصر. الآن راح ندير شكل كوكيز. شكل عشوائي. المغربية لو شارم تاعها كي تكون مشقة شكلها يكون عشوائي. نهودوها شوية. هذا من بعد نولي ليه. الآن نديرو لها تزيين. تزيين بسيط. أنا اختاريت اليوم حبيبة لوز واختاريت زبيب. وانتوما عندكم حرية الاختيار. تبغوا ديروا زبيب وحده، تبغوا ديروا غير حبة لوز، تبغوا ديروا جلجلان. درت لوزات في الوسط. أعزائي المشاهدين، نعاود لكم المكونات. درنا 250 غرام مارغرين، ذوبناها، ضفنا لها 150 غرام سكر عادي، ضفنا لها 50 غرام مايزينا، 25 غرام جلجلان مقلي، و 25 غرام كاوكاو مقلي ومطحون. اللي حاب يدير اللوز كل واحد والامكانيات تاعه. والشكل هانا درنا دائرات صغار كريات، ودرنا شكل كوكيز، ورانا نزينو فيهم الان بالزبيب واللوز. خلاص انا كملناها. الان غادي نديرها في الفرن لدرجه حراره 180 مده